بمناسبة الأهلي والزمالك، في وقت أنت كنت مكسر الدنيا مع النادي الأهلي، جيل ذهبي في النادي الأهلي، الأسماء اللي كانت موجودة وأنت من العناصر الأساسية، مش مجرد بس موجود في الجيل الذهبي، في أسماء عدت على الجيل الذهبي يعني عدت من جنبهم، بس أنت من العناصر الأساسية. الحمد لله. إزاي خرجت من النادي الأهلي؟ بص، هو في نقط كده الواحد برضه بيعتب على نفسه فيها، إن أنا مثلا في أوقات كان تركيزي وحش، في شوية مشاكل حصلت مع مستر مانويل جوزيه. انا لما سافرت السعوديه كان هو جه طلبني ان انا ارجع، فانا جيت قلت له لا انا عايز اكمل، فالديل بتاع النادي الوحده السعودي ما كملش، فرجعت بقى ما تأيدتش افريقيا. فدي كل ديت العوامل دي كلها ادت ان انا امشي من النادي. شايفها اخطاء من عندك في الاساس؟ اخطاء من عندي، واخطاء برضو يعني عارف انت برضو ايه، انا جيت في فتره كان عادي قليل قوي، يعني انا كنت باخد في النادي الاهلي 200,000 جنيه. يا سلام. في ظل كان ناس بتجدد بتاخد مثلا 400-500 وما بيلعبوش، فانا كنت بقول لهم انا عايز اجدد عقدي واعدله، ازود سنين واعدل عقدي وكده، فكانوا يعني هي دي النقطه اللي كانت فيها. فلما جم قالوا لي هنزودك، فكان هيزوديني رقم قليل 30,000 أو 50,000، فقلت لهم مش ده اللي انا يعني بحلم بيه او اللي انا عايزه يعني. فقلت لهم خلاص لما اجدد. فهي دي كانت النقطه اللي يعني عارف ايه كانت بتأثر عليه جامد جدا يعني. في 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 النقطه دي كنت حاسس ان هم مش مقدريني كويس. في نادي الزمالك اتقدرت ماليا؟ لا برضو نفس الموضوع. كنت برضو رحت انا بقى في نادي الزمالك ما فكرتش برضو في الفلوس، كنت باخد 800,000 ساعتها، كان ساعتها رقم عالي اهو. رقم عالي اهو. لا كان ساعتها في ناس بتاخد 3-4 مليون وكان اصلا. تمام. فاخدت ما فكرتش في الفلوس خالص، ان انا كنت عايز العب وكنت مثلا عايز اثبت نفسي وكده. برضو المشاكل اللي حصلت في نادي الزمالك ان ما فيش فلوس خالص. يعني انت عارف انت ان انت مثلا حد كان ساعتها إن مثلا كان مره كنا هناخد 25%، فال 25 قالوا لنا هنديكوا 12، فال 12 ما فيش. وبعدين جينا فتره ان احنا بنسافر عشان نجيب فلوس للموظفين يقبضوا، مش لينا يعني، مش لينا احنا، لا للموظفين. فدي برضو كانت هنا وهنا. لو الوقت رجع بيك تاني كنت هتفضل في النادي الاهلي بنفس الرقم؟ يعني ايه؟ يعني ما كنتش هتتضايق من قصه الفلوس، وكنت تقبل العرض بتاع النادي الاهلي وشروط النادي الاهلي والزياده بتاعت النادي الاهلي وما تروحش نادي الزمالك؟ لا والله. بص انا مبسوط ان اللي حصل لي ده كله، يعني عارف انت المسيره كلها كويسه يعني. الحمد لله رب العالمين. اهلي زمالك منتخب مصر مش عارف. بس في الاخر انت بتبقى نفسك في حاجه، نفسك تعمل حاجه، بس في الاخر ربنا هو اللي بيودي لك، او بيبقى عارف انت ايه. بتروح مثلا مشيت من النادي الاهلي بسبب حاجه، مشيت من نادي الزمالك بسبب حاجه، مشيت من